يحاول معه، لكن مهمة كهذه تستغرق كثيرا من الوقت والجهد والمال أيضا. وحتى يصير جاهزا ثمة ضجيج مصحوب بأسئلة كثيرة، لماذا وعلى ماذا كل هذا التعب؟ بسبب انطفاء الكهرباء فنضطر نحن نشغل مواطير ولا نشتري بترول، واليوم 3-4 مهندسين يعني ما بوش خرق في طلبة الله، يلا ما شقينا بيلا خرقناها حق مهندسين حق زيت حق بترول. الكهرباء ولا شيء آخر يؤرق السكان في هذه المدينة الصحراوية وسط الجوف ومناخها الأكثر حرارة في فصل الصيف. ليس هذا فقط من يكتوي بالأوبئة والأمراض المصاحبة لانقطاع الكهرباء، فمعظم المواد الغذائية معرضة للتلف أيضا. يتساءل الناس هنا، ثم ما الذي حدث للطاقة المشتراة التي أبرمت معها السلطة المحلية عقدا بتكلفة 4800 دولار يوميا ولمدة عامين قابلة للزيادة، وكيف توقفت بعد أن بدأت فاعليتها خلال الأشهر الماضية؟ استبشرنا بقدوم الطاقة المشتراة، شغلوا لنا 4-5 أشهر واصلوا ذا الحين طافي. انتشرت الأمراض الأوبئة الكوليرا. يدفعوا 4800 دولار يوميا لصالح هذه الطاقة المشتراة، وإحنا ما سوينا هذا وشبكنا على الكهرباء إلا من أجل أنها تستمر. في نوفمبر من العام المنصرم وصلت إلى الجوف الدفعة الأولى من مادة الديزل الخاصة بمحطة الكهرباء ضمن المنحة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن، والتي كان من المفترض أن تستمر وفقا لتطمينات مؤسسة كهرباء الجوف حينها، غير أن تلك الوعود تبخرت بعد 5 أشهر فقط من وصول المنحة فعليا ودون أي توضيح. المنحة السعودية توقفت على الكل لأنهم فيه شروط عملتها الحكومة اليمنية وهي عاجزة عن تنفيذها، مثلا أنه لازم تكون هناك حساب مشترك يتم توريد الإيرادات إليه. بين نار الصيف الملتهب وانطفاءات الكهرباء يكتوي المواطنون في عاصمة الجوف ودون ما التفاتة رسمية إليهم، يتجرعون المعاناة خارج حسابات حكومة الشرعية وسلطاتها المحلية. تستمر معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي في الجوف وسط خذلان الجهات الرسمية وغياب دورها المفترض حيال ذلك. على الجرائد قناة بلقيس الجوف.